مشوار التنمية الشاملة يبدأ دوما بالبنية التحتية وتوفير حاجات السكان والاستثمار والمستثمرين، ولتوفير مياه الشرب للمناطق الجديدة خاصة الساحلية لابد من اللجوء إلى نمط ذكي لإدارة موارد المياه أيا كانت. مشاهدين، أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من مصر بتبني من على مياه قناة السويس. نحن الآن في طريقنا إلى شرق بورسعيد، نتابع كيف تخطط وتبني مصر لمستقبلها. وكما قدمت مصر للعالم قناة السويس الجديدة، فإنها تقدم لأبنائها ومستقبلهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تعد الأكبر في العالم من حيث المساحة وتنوع الاستثمارات. لذا كان لابد من توفير كل ما يلزم المستثمرين والاستثمار من مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي والكهرباء والطرق. ولذا أيضا أقيمت هذه المحطة التي نقف على عتباتها الآن، إنها محطة مياه تحلية البحر في منطقة شرق بورسعيد، والتي يجري حاليا الانتهاء من تنفيذها. باستخدام أحدث تقنيات تحلية مياه البحر، تقف محطة شرق بورسعيد لتحلية مياه البحر عملاقة بين نظيرتها المقامة على سواحل مصر الشمالية والشرقية. فبإجمالي استثمارات تصل إلى 130 مليون دولار، ستنتج هذه المحطة حال إتمامها نحو 150 ألف متر مكعب من المياه يوميا، تتضاعف إلى نحو 300 ألف متر مكعب من المياه يوميا مع مضاعفة مساحة هذه المحطة. هذه الكميات تكفي لاستهلاك نحو مليوني شخص في مناطق شرق بورسعيد الممتدة إلى شمال سيناء. فعلى مساحة قريبة من هنا أقيم تجمع سكني على مساحة تصل إلى 16450 فدانا، وأقيمت فيها نحو 9300 وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى المناطق الخدمية والسياحية في شرق بورسعيد، والتي تعد جزءا من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تتسع إلى مساحة تصل إلى 460 كيلو مترا مربعا، وتشمل نحو 6 موانئ بحرية وأربع مناطق صناعية. مع بناء محطة شرق بورسعيد تحلية مياه البحر، يكتمل جزء من الخدمات المقدمة لهذه المنطقة. ومشاهدينا، مع القائمين على هذه المحطة نبدأ معا هذا النقاش. باشمهندس ماجد، بطبيعة بناء محطات التحلية بقربها من البحر في دايما مشكلة مع التربة، ثبات التربة أو طبيعة التربة، إزاي تعاملتوا مع المكان ده في البداية؟ طبعا احنا عملنا جلسات في الاول، في جلسات اتعملت هنا في المحطه وفي جلسات بحريه كمان اتعملت، وبناء عليه تحدد نوعيه التاسيس اللي هيتعمل. الارض معظمها ضعيفه، وده ادى ان معظم المنشات اتعملت على خوازيق نظرا لحساسيه المنشات دي والاحمال الكبيره اللي عليها. منسوب مياه جوفيه طبعا على وش الارض تقريبا، وده طبعا كان استدعى برضو اعمال تكفيف كبيره اتعملت في المحطه. طب باشمهندس، ده كان في المرحله الاولى، بعد كده تم التعامل ازاي مع المكان، مع طبيعه المكان؟ ده كان تحدي كبير بصراحه، لان احنا المكان بعيد شويه، واحنا طبعا يعني احنا عدد العماله وصل 1500 واحد، احنا لغايه دلوقتي تقريبا 5 مليون و800 ألف ساعة عمل في المشروع ده لغاية دلوقتي. لغاية دلوقتي. فده طبعا كان محتاج تجهيزات كبيرة للمكان، وعشان تقعد الناس دي وتسكنها وتقدر تقوم بالإعاشة بتاعتها، خد مجهود كبير في الأول، إلا أنه الناس يعني حاسة أنها بتعمل حاجة، يعني حاجة للبلد ومشروع مهم في المنطقة. فالناس كلها كانت بتتحدى ظروف بصراحة. طب عشان طبيعة المد والجزر في البحر المتوسط، هل كان في تعامل خاص مع المكان ده؟ اتعمل طبعا دراسات المد والجزر، واتعمل دراسات أمواج والكلام ده كله اتعمل. احنا عندنا تقريبا 3 كيلو مواسير في البحر، أقطار 1800 ملي، ونظرا
للسرعه المطلوبه في المشروع. يعني مشروع زي ده المفروض مش اقل من 36 شهر في اي حته، احنا بنعمله في 24 شهر. اضطرينا برضو ان احنا نجيب المواسير مثلا عايمه، يعني بدل ما نجيب المواسير اطوال 12 متر وتتلحم هنا في الموقع، جبناها عايمه من النرويج اطوال 300 و400 متر عشان نوفر وقت الحمايه في الموقع. يعني ايه جبتوها عايمه؟ يعني 300 متر طول الماسوره الواحده جت من النرويج عايمه؟ ماسوره مواسير بتيجي طبيعي 12 متر اطوال، فبدل ما انقل انا كل ده وتتلحم هنا في الموقع وتنزل على البحر. تمام. يعني ده السيكونس الطبيعي. احنا برضو عشان عامل الوقت ده مهم جدا للمشروع، احنا جبنا المواسير اطوال 320 متر وفي اطوال 400 متر جبناها حته واحده. فطبعا دي كانت ما كانش في حل تاني غير انها تيجي عايمه ومجروره من النرويج، يعني المصنع في النرويج. مواسير 1800 ملي جت قطره طبعا من شدت المواسير دي كلها لغايه الموقع المشروع هنا. ده كان فندم من ضمن التحديات، المشروع مطلوب في وقت قصير وكان لازم يتنفذ نظرا للحيويه بتاعه المنطقه والمشاريع الكبيره اللي بتتعمل في المنطقه الصناعيه ومزارع السمكيه والميناء. فاضطرينا ان احنا يعني نلجا لكل الاساليب اللي بيها نضغط وقت المشروع وفي نفس الوقت يعني باحسن جوده موجوده. يعني على كده في اساليب تانية غير متبعه في اماكن تانية في محطات تانية اتبعت هنا في المحطه دي؟ طبعا زي احنا برضو مبنى المأخذ البحري. مبنى المأخذ بياخد وقت كبير لان هو بيتعمل على عمق 8 متر تحت الارض. عندنا منسوب مياه جوفيه على وش الارض، فانت بتشتغل لازم تنزل 8 متر وفي مياه، وده عمق كبير طبعا. بالظبط. ده اضطرينا نعمل له يعني سيكند بايلز حوالين داير، خوازيق بتدق حوالين الداير. كان تقريبا 220 خازوق اتدقوا ده عشان يثبت المواسير. وببتدي احفر، جوه عشان اوصل للمنسوب وابتدي اعمل المأخذ من تحت. احنا لجأنا برضو في تنفيذ المأخذ ده مثلا ان احنا نعمل شدات منزلقه. يعني الشدات المنزلقه دي كانت وفرت برضو وقت كبير في المشروع. بدل الطرق التكويبيه. يعني ايه شدات منزلقه؟ معلش، الشدات المنزلقه انت يعني ما بتضطرش انك تعمل شده كامله للحيطان وكده. لا، انت بتصب اللبشه الاول وبعدين في نظام الشدات المنزلقه ده، بتبقاش فارمه بارتفاع متر او متر 20، واخد بال حضرتك؟ وبتكون مركب الحديد بتاعك وبتصب وترفع، تصب وترفع الشده، تصب الشده دي بتطلع على جاكات. الشده دي بتطلع على الفلك، فبالتالي انا مش مضطر ان انا اعمل شده من بارتفاع 8 متر كله بالمسطحات الرهيبه دي كلها. فانا يعني بالطريقه دي بتختصر اكتر من نص الوقت الشدات المنزلقه دي. بس طبعا هي بتضطر ان انت تشتغل يعني على طول، الشغل بيبقى 24 ساعه. وحدادين شغالين 24 ساعه وخرسانات شغاله 24 ساعه، لكن بتوفر وقت كبير في الانشاء. باشمهندس حسن، احنا اول مره نحضر بنا محطه تحليه ميه في مصر. احنا قبل كده حضرنا محطات تم الانتهاء منها بالفعل، والحقيقه ان في جيوش من العمال منتشره في كل مكان. ازاي قسمتوا فرق العمل علشان توصلوا بالبنى للانتهاء منه في مرحله قياسيه او في وقت قياسي يعتبر؟ ما هو طبعا حضرتك عشان توصل ان انت تلتزم بالتايم سكيدول او الوقت المحدد للمشروع، بتقدر تشتغل مع فرق العمل على ان انت تشتغل تقسمها تيمز، كل فرقه بتشتغل على منطقه معينه. يعني تطور كان بتقسم المشروع نفسه جوه المشروع لمشاريع صغيره، كل فرقه مختصه بهذا الجزء، وطبعا بيربط ما بين المباني وبعضها في الانفراستراكشر و و و لكن البنيه الاساسيه. البنيه الاساسيه بالظبط. لكن فكره ان كل فرقة مختصة بمبنى محدد شغال عليه، ده طبعا بيقلل الوقت، ان يبقى فيه الشغل على التوازي، كل فرقة عمل مختصة بحتة معينة او بأريا معينة هي اللي بتشتغل عليها. الفكرة التانية كمان اللي مهمة قوي عشان تلحق ان انت تلتزم بالجدول الزمني، كل ما يمكن تصنيعه بره الموقع
تم فعلا عمل الكلام ده. انت حضرتك لو الصعوبات كانت بتاعت ان انت قعدت فتره طويله جدا في ان انت المباني عشان تطلع، تعرف مباني كلها مبنيه على خوازيق، ده اخد فترات طويله جدا في البناء. فانا استغليت الفتره دي كلها، انا مش قادر اشتغل كالكتروميكانيكال او كعمل كهرباء وميكانيكا، فكل اللي انا اقدر اعمله بره الموقع كفكره تصنيع عملته، بحيث ان انا ما اجي على الموقع هنا اقلل عدد ساعات العمل جدا فيها عن طريق الموضوع بيبقى بس تجميع للي انا صنعته بره الموقع. طيب بعد عدد كبير من محطات تحليه المياه اللي انشاتها مصر، الحقيقه بقى عندنا خبره واسعه، بس برضو بقى عندنا فكره ان احنا نضيف عامل مختلف في كل محطه بيتم بنائها حديثا. ايه المختلف في المحطه دي ما شفناهوش في المحطات الثانيه؟ هقول لحضرتك حاجه. الاولانيه الواحد ازاله الزيوت والشوائب، ودي اسمها اختصار بتاعها اسمها الداف سيستم، وبعديها فيها وحده التنقيه الفائقه اللي هي بيطلق عليها الالتر فلتريشن. يمكن الحتتين دول كاستخدامهم في محطات التحليه، يمكن دي اول محطه تحليه في مصر بالطاقه دي بيستخدم فيها يعني النظامين دول. يمكن عشان احنا في منطقه موانئ كتير، يعني بالظبط كده، من ميناء بورسعيد، الموانئ الاخرى زي ميناء العريش بالظبط، فده يمكن كمان ومصب النيل، فده يمكن بيعمل شوائب اكتر وشوائب مختلفه اكتر في بالظبط فندم. فده بيتم استخدام اللي هو المعالجه الاوليه عن طريق اللي هو ازاله وحده الشوائب والدهون، تقدر تعمل مراقبه عن طريق اجهزه الكمبيوتر، وتقدر تبقى المراقبه والتحكم المركزي، المراقبه والتحكم المركزي لكل المحطه، تبقى شايف كل المحطه. تقدر كمان ان انت تغير على حسب، لو المدخلات بتاعه المايه اتغيرت تقدر تغير انت في السيستم بتاعك او في السيتنجز بتاعه المحطه عشان تستوعب التغير اللي حصل في المايه ده. ده كل ده من على وحده وانت قاعد، الراجل بتاع المراقبه او المختص بتاع وحده التحكم يقدر يتحكم في كل الكلام ده من المحطه. طيب برضو سبقت الخبره اللي بقت عندنا دلوقتي في مصر بتتيح لنا ان احنا ننتشر اكتر في بناء المحطات في مصر، او نصدر هذه الخبره للدول المجاوره اللي ممكن تطلبها، اذا كانت دول عربيه او دول افريقيه مثلا. فقد ايه احنا وصلنا فعلا لحاله التمكن البشري في بناء المحطات؟ بقى في تراكم خبرات، وبقت في كوادر مصريه قادره على ان هي تعمل الموضوع ده في وقت قليل جدا وباحدث التقنيات الموجوده، وكمان بقى في فكر ان انا اقدر اصدر الفكر ده واصدر الكوادر واصدر فكر تحليه المياه ومعالجه المياه اللي بره مصر. احنا دلوقتي شغالين بنعمل محطات في المغرب، بنعمل محطات في الجزائر، بنعمل محطات في ليبيا، بنعمل محطات في افريقيا كمان، في رواندا وفي لسوتو، في اكتر من حته. وده اعتقد انه حاجه كويسه جدا ان احنا نقدر ننقل الخبرات اللي اكتسبناها لدول افريقيا، سواء دول شمال افريقيا او دول افريقيا السمراء. طب رغم ان المحطات دي مكلفه لكن لابد منها، يعني فكره ان احنا نغذي المناطق الساحليه او المدن الساحليه الجديده او التجمعات السكنيه الساحليه بمياه محلاه من البحر بقى لا مناص منه، لا يعني ما فيش خيار اخر غيره. دي حقيقه. وفكره كمان ان تكلفه المتر المكعب، انتاج المتر المكعب دلوقتي انخفضت نتيجه استعمال التقنيات الحديثه. بقت تكلفه انتاج الميه من استهلاك الكهرباء ليها بقى وصلنا لاقل من 4 كيلو وات، وده حد كويس جدا عشان انتج متر مكعب ميه. الحاجه الثانيه المهمه كمان ان تكلفه نقل الميه كانت عاليه، ما هياش قليله. حضرتك لما تيجي تنقل ميه مثلا من اقرب مكان في النيل لهنا كان بيحصل فيها هدر كبير جدا، لان انت اصلا اقرب مكان هنا بورسعيد، وبورسعيد اصلا محتاجه ميه من النيل، فيعني كده بننقل ميه منقوله اصلا. الله ينور حضرتك. فانت كنت لازم تقرب مثلا لترعه اسماعيليه او اقرب ترعه ممكن تاخد منها ميه. طبعا النقل ده مكلف، ان الخطوط دي مكلفه، وفي نفس الوقت كمان كان بيحصل هدر كبير جدا، لان الخطوط كان بيتعرض، يعني ما كانش بتوصل نفس كميه المياه انت بتنتجها، مش هي نفس كميه المياه بتوصل للمكان اللي انت عايزه، او مش نفس الجوده لكن انت هنا عامل محطات مركزيه بتخدم المنطقه اللي انت عايز تخدمها، يعني عايز تخدم منطقه شارع بورسعيد اللي احنا فيها، منطقه الصناعيه ومدينه السكنيه، عامل محطه عشان تخدم ده، هي موجهه لهذا المكان، واخد بال حضرتك؟ اي مكان انت بقيت بتعمل محطه في السنترال
تقدر تخدم بيها المكان اللي انت عايز توصله. بعد الفاصل نواصل النقاش وتابعونا. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى إلى مصر بتبني. من 36 شهرا إلى 24 شهرا تم اختصار المدة التي بنيت فيها محطة تحلية مياه البحر هنا في شرق بورسعيد، ليرتفع إجمالي ما تنتجه مصر من مياه محلاة إلى 1,700,000 متر مكعب يوميا، تمثل 6.6% من إجمالي مياه الشرب. هذا ليس فقط ما يقدم للاستثمار والمستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فهناك أيضا الأنفاق الأربعة الموجودة في بورسعيد والإسماعيلية لتربط شرق القناة بغربها ليتكامل ما يقدم للاستثمار والمستثمرين والمصريين أجمعين. ومشاهدين مرة أخرى أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مصر بتبني، نواصل النقاش مع القائمين على بناء محطة تحلية مياه الشرب في شرق بورسعيد. باشمهندس أحمد، يمكن الوحدة دي ما شفناش قبل كده في باقي محطات تحلية المياه اللي زرناها. تمام، وحدة التنقية الإضافية خلينا نسميها؟ ده ترشيح فائق جودة. ترشيح فائق جودة. فائق جودة. هو ده فعلا حضرتك السيستم ده مش حضرتك ما شفتوش في المحطات اللي حضرتك شفناها قبل كده، إن هنا السيستم ده جديد تقريبا ما اتعملش بالحجم ده أو بالكواليتي دي أو بالحجم ده، ما اتعملش هنا في مصر قبل كده أو تقريبا في الشرق الأوسط بالحجم، إن أنا أعمل محطة 150,000 متر مكعب بنظام ترشيح فائق جودة الأرت فلتريشن في الشرق الأوسط تقريبا كله. ده سيستم معمول لطبيعة المية اللي عندي هنا في اللي داخل عندي المحطة، فيها طبيعة مختلفة عن المحطات اللي احنا شفناها قبل كده، لأن هنا المحطة المية تقريبا قريبة من مينا شرق بورسعيد وقريبة المصبات المصب بتاع النيل، ففي المية موجود فيها بعض الزيوت وبعض التربيتدي وبعض العقارة الزيادة اللي موجودة. معروف ان حركة السفن احيانا بتغير طبيعة المية شوية. تمام، بتزيد العوائل. قريبين جدا من مينا شرق بورسعيد، فالنظام العادي بتاعنا اللي بنستخدمه اللي هي المرشحات الرملية مش هتقدر تجيب معايا او مش هتقدر تديني كواليتي المية اللي انا محتاجها، فبنضطر نستخدم نظام الالترا فلتريشن فائق الترشيح فائق الجوده. ده بيقدر يديني تماما او بيحل لي مشاكل الميه اللي داخله عني تماما، والميه اللي بتطلع بتكون طبقا للمواصفات العالميه وطبقا للمواصفات المصريه وطبقا لمواصفات وزاره الصحه المصريه. طيب انتوا على اي اساس حددتوا كميه الفلاتر دي او نوع ده من الفلاتر بالكميه الضخمه دي؟ ده طبقا لنوع كميه المياه اللي انا محتاجها اللي هي 150,000 متر مكعب اللي هيطلعوا ده، وكميه وبناء على تحليل المياه اللي انا عملته في الاول بشوف فيه كل العناصر اللي موجوده في المياه اللي انا محتاج اشيلها باستخدام الالترا فلتريشن. عن طريق الكلام ده بحدد كميه الفلاتر اللي انا محتاجها، الالترا فلتريشن اللي انا محتاجها، بكميه الاسكدات اللي انا محتاجها. طب يا باشمهندس، في اي مناطق تاني في مصر لو عملنا محطه تحليه مياه ممكن نستخدم نفس وحده الفلتره دي؟ غالبا المناطق اللي هتكون قريبه من مصب النيل زي مثلا دمياط، رشيد، المناطق اللي هتكون قريبه من مصب النيل بتاعنا، راس البر، جمصه، المناطق دي كلها غالبا يعني هنضطر نستخدم نفس الفكره، بتكون نفس طبيعه المياه، لانها تكون قريبه من المصب النيل الطمي اللي بترمي والرواسب اللي بترمي مع نهر النيل وهو بيرمي، فدي بتترصد كلها، فهنضطر نستخدم نفس التكنولوجيا دي. طيب تصميم المحطات عموما بشايف انه بيتشابه الى حد كبير، انتوا على اي اساس بتصمم المحطه وتحط الاجهزه والفلاتر وتوزع التوزيع دي في كل المحطات؟ هي بتختلف، يعني هي مش طبقه قريبه من بعض، هي بتختلف من طبيعه المكان اللي انا هشتغل فيه، الميه كواليتي الميه اللي موجوده عندي اللي انا بسحب منه اللي انا باخذ منه الميه،
بتختلف من بحر احمر لبحر متوسط، بتختلف حجم الاريا او المساحه اللي انا شغال فيها. كل الحاجات دي بتختلف في الديزاين بتاعي، ان انا بعمل ري ارانجمنت او توزيع للمعدات على حسب الاريا او المساحه اللي عندي، والمعده نفسها بختارها على اساس الكواليتي بتاعه المياه اللي داخلالي اللي انا بسحب منها المياه. احنا هنا بنستخدم برامج ال 3D موديل، بنعمل كل المحطه هنا بنعملها الاول على موديل عندنا على 3D، بحيث كل الاقسام بتكون شايفه المنتج بتاعها عامل ازاي، وبنقدر من خلال المنتج دوت نشوف لو في عندنا مشاكل كلاشات او حاجات مش مظبوطه بنحلها الاول قبل ما نبدا اي شغل في المحطه خالص. فكل ده بنكون شايفينه قدامنا على الكمبيوتر. كل الاقسام بتكون داخله عندي، الكونستراكشن او الرسومات الانشائيه، الرسومات المعماريه، كل شغل الكهرباء، كل شغل الميكانيكال الكتروميكانيكال، وفي الاخر كله بنطلع منتج كله بنتفق عليه، وبنتفق على الشكل النهائي للمحطه المعماري بشكل الواجهات بشكل كل حاجه، وبنتفق عليه كلنا ككل الاقسام اللي موجوده مع اداره المياه والهيئه الهندسيه للطاقه المسلحه، وبنتفق على الشكل النهائي للمحطه. بتكون كل الاقسام شافت المحطه قبل ما نبتدي، وبعدين نبتدي نشتغل. ده بيقلل عندنا الوقت تماما، لان مفيش مشاكل بتحصل، مشاكل بتقل تقريبا بنسبه 95% إلى 99%. طب باشمهندس، واحنا تقريبا في مراحل الانتهاء من اقامه هذه المحطه، ايه الاختبارات اللي لازم تركز عليها قبل مراحل الانتهاء؟ احنا تقريبا هنا دوريا كل اسبوع في اجتماعات هنا بنراجع على كل حاجه تمت. زي ما قلت لحضرتك احنا عندنا الموديل كله موجود 3D قدامنا، بنقدر نراجع على كل حاجه ركبت في مكانها مظبوط، كل ماسوره، كل سبورت راكب في مكانه مظبوط. الحاجات دي كلها بتفرق، لو ما ركبتش صح مع الضغوط العاليه اللي احنا شغالين بيها ممكن تبوظ لنا حاجه قدام. فاحنا هنا اوريدي موجودين لحد مرحله قبل التشغيل، مطمنين ان كل حاجه راكبه في مكانها طبقا للديزاين اللي معمول، طبقا للرسومات اللي واخده ابروفد او المعتمده من اداره المياه الهندسيه. فاحنا اوريدي كل اسبوع موجودين هنا لمتابعه الاعمال ومتابعه كل حاجه ان هي راكبه مظبوط طبقا للديزاين اللي موجود من الاول. باشمهندس صفتي، زي ما في فرق عمل اشتغلت بالتوازي في بناء هذه المحطه من المرحله الاولى لغايه المراحل اللي احنا فيها، برضه في فرق عمل في التشغيل بدات بالتوازي في هذه الاعمال، بدايه من اختيار ماخذ البحر وتحليلات المياه. حضرتك بداتوا ازاي المراحل دي؟ تمام، احنا بدانا الاول سحبنا عينات مياه من ابعاد واعماق مختلفه من مياه البحر، والعينات دي تم تحليلها تحليل كيميائي وتحليل بيولوجي ومايكروبيولوجي للوقوف على انسب طرق وانسب انظمه لتحليه مياه البحر وانتاج المياه بالمواصفات القياسيه المطلوبه باقل تكلفه واحسن جوده. في خلال الوقت ده احنا ده اول مرحله عملناها، سحبنا بعد خروج النتائج التصميم بينفذ او بيصمم المشروع. طبعا بعد ما يتصمم بيرجع بيروح للاداره اداره المياه في الهيئه الهندسيه للطاقه المسلحه، بيتم المراجعه والاعتماد التصميمات، نبتدي في مراحل التنفيذ. مراحل التنفيذ في خلالها انا ببقى دوري في الوقت ده او دور فريق التشغيل ان احنا بنيجي على فترات متباعده ونتطمن ان كل الانستليشن اللي تم في المحطه تم طبقا للايه؟ للستاندرد بروسيدور اللي موجوده في الشركه، ان احنا بنطمن ان كل مكونات المحطه اتركبت طبقا للتصميم المطلوب او التنفيذ المطلوب منها. بعد المرحله دي احنا بندخل في مرحله ثانيه اسمها ايه؟ اختبارات بدايه التشغيل. ان انا ابتدي ادرس كل منظومه وكل معده، ان اعمل لها الاختبارات اللازمه اللي تقول ان المعده دي تشتغل باحسن ظروف واحسن جوده، وتبقى هي اتركبت طبقا للايه؟ للتصميم المطلوب للمعده. بعد المرحله دي احنا بنبقى دخلنا في مراحل الفلاشنج، او بنعمل بريسيرفيشن، بنعمل ديسينفكشن، بنعمل تطهير للبيارات وللبواسير والترمبات والمعدات، بحيث ان انا افضل مطمن ان كل النقط من اول نقطه دخول للميه من ميه البحر دي صيانه ما قبل التشغيل، قبل التشغيل لحد ما اخرج الميه، بطمن ان كل المعدات وكل المواسير والبيارات اللي عندي متطهره ومعمول لها سيريلايزيشن او تعقيم. شغلكم ما انتهاش عند المرحلة دي، لسه في استمرار. تمام، بنروح للمعالجة النهائية، ودي من أفضل الحاجات اللي أنا شايفها من وجهة نظري المضافة للسوق المصري بشكل كبير قوي، إن أنت بتشتغل بالمعالجة النهائية اللي هي الكالسايت سيستم.
الكالسايت بيضيف للميه العصر والاستساغه اللازمه المطلوبه للجسم الانسان ماشي، بعكس زمان كان مثلا دايما محطات الارو بينتج الميه وبيحط فيها عناصر اضافيه ماشي، ما بتديش التوازن الكيميائي في الميه اللي جسم الانسان محتاجها. احنا اللي هي الكالسيوم واللي هي الحديد احنا دلوقتي اللي المعادن الاضافيه. الله ينور عليك. احنا دلوقتي بندي الميه المواصفه المطلوبه اللي هي الافضل للجسم البشري. حضرتك الميه بعد ما تطلع من الكالسيوم سيستم هنا تبقى افضل من الميه المعدنيه الموجوده في السوق. فعلا الميه اللي موجوده هنا انا بطلعها من عندي بعملها ديسنفكشن كمان، بتخزن في التنكات متعقمه بحيث انها توصل لابعد نقطه في المنطقة اللي حوالينا ومنطقة الإمداد على أحسن جودة متعقمة ومطهرة وبإذن الله مياه كويسة جدا. باشمهندس ده بيشجعنا أو بيخلينا نفكر طب ليه ما يكونش عندنا إنتاج تجاري من محطات تحلية المياه؟ يعني يكون عندنا أزاز مياه تنزل في السوق الناس تشربها، لأن هي فعلا منقاة بشكل كبير جدا وفي رعاية وعناية بإنتاج كل سنتي مكعب منها، فبالتالي ممكن ده يكون شق تجاري بالنسبه للمشروعات اللي زي دي. ده يبقى شق تجاري ممتاز جدا، وعلى فكره على فكره اذا 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 قدر ان هو يبقى في دار التنفيذ التصريح بالنسبه للمنتج النهائي اللي طالع من المحطه في الجوده اللي طالع بيها باذن الله مش هيبقى فيه اي خلاف لاي حاجه. ايه اللي ممكن يضاف للتفكير في التشغيل المحطات دي في اجيال جديده او في مشروعات جديده مختلفه ممكن تقام في مصر ان شاء الله؟ احنا دلوقتي حاليا في الوقت الحالي وصلنا من افضل يعني افضل مراحل وافضل دورات انتاج بنقدر ننتج المياه احسن كواليتي ما كانتش موجوده مسبقا، وغير ان احنا كمان احنا عندنا هنا المعمل موجود بيحل عينا كل ساعه وكل ساعتين بطمن ان البرودكت طالع دايما في افضل كواليتي مطلوبه مني خلاص اللي هي طبقا للمواصفات القياسيه المصريه والعالميه. حضرتك المواصفه المياه كمان انا مديها فيها التوازن الكيميائي، وده يمكن اهم عنصر دايما اروح له، لان جسم الانسان دايما محتاج مواصفه كيميائيه معينه. احنا ليه دايما الناس بتروح لميه النيل اللي هي اصلا مختلفه من اول النيل لاخر النيل، فبالتالي الاملاح مختلفه حسب جغرافيه النيل نفسه أنا بالنسبة من جنوب للشمال. تمام. انا بالنسبه لي ماشي مواصفه الميه اقدر اطلعها ثابته زي ما انا عايز طبقا للانسان نفسه محتاج ايه، طبقا لتحكمك انت في الميه، طبقا لتحكمك طبعا. كل دي ادفانتج بالنسبه لمحطات الارو، بتديني ميزه كبيره جدا ان انا اقدر ادي الميه في الكواليتي اللي انا عايزها بالمواصفه اللي انا عايزها. طيب مساله التشغيل اكيد مستمره الى ما لا نهايه. احنا بنتابع المنظومه 24 ساعه في 24 ساعه كل ساعه في 24 ساعه. تمام. احنا دخلنا في اطار التشغيل، تفضل المحطه عندي بتعمل لها بقى برنامج صيانه دوريه بحيث ان انا في صيانات دوريه وطبقا لظروف المحطه وظروف تشغيل المحطه بنبتدي نطمن على ظروف المحطه والميه اللي طالعه طول الوقت بحيث ان انا افضل محافظ على الاكويبمنت كلها تبقى في حالتها وشغاله في افضل ظروف تشغيل، المعدات شغاله في افضل ظروف تشغيل، الى جانب كمان ان انا بحافظ على المنتج النهائي بتاعي انه يفضل دايما طبقا اليه للمواصفه القياسيه المصريه والعالميه. باشمهندس ايمن، هو الجميل ان احنا واحنا بنعمل المحطه دي دلوقتي بنجهز لمرحله مشابهه او محطه مشابهه للمحطة اللي موجودين فيها دلوقتي. تمام. ازاي مشيتوا العمل بالتوازي بين المحطة المقامة او بتقام بالفعل والمحطة اللي هتقام ان شاء الله في الفترة المقبلة؟ هو طبعا ده اتعمل حسابه في تصميم المحطة ان المحطة هتنتج اول انتاجها 150 الف متر مكعب في اليوم وهتزيد ل 250 او 150 كمان، يعني احنا عملنا حسابنا ان هي تزيد 150 الف كمان ان شاء الله. فطبعا في بعض المباني لازم تتكرر، وفي مباني صعبة جدا في تنفيذها زي مبنى المأخذ البحري. فده اتعمل على انه يسحب من البحر ميه تكفي المرحلتين، علشان المبنى ده يعني صعوبه تنفيذه جنب البحر، بيتعمل له عمليات تغويص، احنا اشتغلناه بنظام اسمه سليب فورم. فطبعا ده مبنى صعب ما ينفعش نكرره تاني. فده اتعمل حساب المأخذ البحري لساعة المحطة الكاملة بعد إنشائها إن شاء الله. يعني حتى مستعدين بمأخذ البحري، مستعدين بتجهيز الأرض في المرحلة القادمة مثلا؟ لا، تجهيز الأرض لسه، يعني إحنا عملنا أبحاث تربة للمباني المقامة حاليا. المباني اللي لسه هتقام دي لسه ما عملناهاش. في ممكن مبنى اللي هو كمان مبنى لتوليد الطاقة معمول حسابه برضه للمبنى الإكستنشن. انما مبنى الار او لازم يتعمل مبنى تاني، مبنى الكالسيت برضو من المباني اللي معمول حسابها في الاكستنشن.
لكن نفس المشاكل او نفس التحديات اللي تشوفوها في المرحله الاولى هي اللي هنشوفها في المرحله الثانيه. احنا تحديات كتيره جدا. طبعا حضرتك عارف ان احنا في سهل الطينه. سهل الطينه دي يعني اخذ مننا وقت كبير جدا في عمل ابحاث للتربه وتحديد نوع تاسيس المباني. يعني هنا طبعا عملنا هو من اسم سهل الطينه الارض شويه الأرض طينيه لوس خالص. يعني شيلها للمباني كل مبنى على حسب الحمل بتاعه على حسب المكان اللي فيه كده. فاحنا عملنا اخذنا حوالي سنه في تحسين خواص التربه هنا ما بين خوازيق عميقه. عملنا اكتر من 800 خازوق في خوازيق تاني مثلا ستون كولم دي عباره عن خوازيق سن اتعملت حوالي برضو اكتر من 1600 خازوق. وصلت الاعماق كبيره في التربه حوالي 22 متر عمق. 22 متر بخازوق اسمه بورد بايل ده من اقوى انواع الخوازيق علشان تشيل الاحمال العاليه جدا. طبعا هي هنا اللي اخذت اقل انواع تاسيس هي المباني النمبرز بيلدنج اللي هي المباني الاداريه. فدي عملناها في الوقت بتاع عمل يعني الاساسات علشان ما ناخدش وقت كتير. فده اخذ مننا حوالي سنه شغل عمال اساسات وتحسين خواص التربه والمباني اللي هي المباني الغير انتاجيه. بعد كده بقى انطلقنا في المباني البروسيس بيلدنج مبنى الار او مبنى الكالسايت البرودكت بامب ستيشن في مبنى الجنريتور. عندنا اكتر من 28 مبنى. مباني المراحل اللي بتقوم على المحطه فطبعا برضو في اسئله التنفيذ استعنا بمقاولين. كان لازم استعنا بمقاولين من المنطقه ومقاولين من القاهره يعني مع مكاتب استشاريه علشان نوصل للمرحله اللي احنا وصلنا لها دي. باشمهندس شايف ان في اماكن اخرى في نفس الامتداد البحر المتوسط داخل سيناء محتاجه بالفعل محطات تحليه مياه؟ يعني أعتقد ممكن نشتغل عليها. ده خلاص بقى توجه يعني محطات تحليه بقت حاجه يعني في عندنا في مصر خصوصا اللي هي المحافظات المتطرفه يعني اللي بعيده على نهر النيل. نقل المياه من النيل للاماكن البعيده دي بيستهلك مياه نتيجه بخر نتيجه اعمال. فطبعا اللجوء لمحطات التحليه ده يعني اعتقد ان حاجه مهمه جدا في الفتره اللي جايه. والحمد لله الدوله يعني عامله شغل جامد في الموضوع ده. كذا محطه احنا بنشوف كل يوم افتتاح مشاريع. طب احنا دلوقتي في محطات عملاقه احنا ممكن نعمل عملاقه جدا مش موجود زيها في الشرق الاوسط كله. يعني عشان تنتج 300,000 متر مكعب في اليوم دي حاجه يعني مش يعني حاجه مش سهله يعني حاجه صعبه جدا. باشمهندس ابراهيم علشان نعمل خزانات ضخمه زي دي لتخزين المياه المحلاه بعد كده ان شاء الله اكيد استخدمتوا كميات خرسانه ضخمه جدا. يعني اكيد اللي تحت الارض من كميات خرسانه احنا مش شايفينه اكيد ضخم جدا او بكميات كبيره جدا. استخدمتوا كم متر تقريبا؟ اكيد يا فندم احنا بدانا نشتغل من بدايه الجسات على نظام الخوازيق. استخدمنا نظام البورد باير. كان كل خزان تحت حوالي 100 خازوق من الخرسانه. كان عمق الخازوق حوالي 22 متر تحت سطح البحر. كان مكعب الخازوق بيتراوح من 30 متر مكعب ل 35 متر مكعب. الكلام ده طبعا خد وقت جامد. احتاجنا لكميات خرسانه. طب كويس في النهايه بقى كميه الخرسانه الاجماليه بقت كام؟ كميه الخرسانه حوالي 70,000 متر مكعب المستخدمة لإنشاء جميع المنشآت الموجودة في المحطة اللي هم تقريبا حوالي 31 منشأ بخلاف اللاندسكيب موجود في المحطة زي ما حضرتك شايف انترلوك بلدورة كل العناصر دي بيبقى تحتها خرسانة. طبعا بنتكلم في مساحة إجمالية أكثر من 100,000 متر مربع تقريبا تقريبا حضرتك أبعاد المحطة 450 متر طولي في 250 متر عرضي. يعني بنتكلم في حوالي 120 متر 112 ألف متر مسطح طبعا بخلاف الأسوار موجوده في حوالين المحطه كلها. تمام. فده ادى للرقم اللي حضرتك اللي احنا قلناه الرقم كبير ده رقم 70,000 متر. انتوا استعنتوا بورش خارجيه تقريبا كم ورشه من مختلف انحاء مصر اشتغلت معاكم؟ تقريبا حوالي في اربع ورش اساسيين كانوا معانا بخلاف الورشه المركزيه الموجوده هنا في الموقع من ورش حديد سواء تصنيع او تقطيع حديد تسليح.
في طبعا اعمال استخدمناها لاسقف حوائط بعض من المنشآت اللي هي داخله في عمليات التحليه نفسها، كانت منشآت معدنيه فاتجهنا لشركات توريد متخصصه متخصصه في المجال ده. ده برضو فرصه كبيره طبعا كانت كويسه، قطاع كبير من 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 الموجودين في الدوله ان هم يشتغلوا في المشروع ده يعني. عمل يجري إذن على قدم وساق، وفرق عمل تعمل ليل نهار للانتهاء من هذه المحطة قبل موعدها المقرر. جودة تنفيذ وسرعة إنجاز، هذا هو شعار كل المشاريع القومية في مصر في هذه المرحلة. إنها إذن مصر التي تبني. تقبلوا أطيب التحية من فريق عمل هذه الحلقة ومني أحمد بشتو. طابت أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.